سيلتا فيغو ليرانسي شنا كيفاش الدور الدور الاسباني الدرجه الاولى وين الجوله 25 وين نقولوا بلي سيلتا فيغو رغم ان المباراه في الدقيقه 21 عن وين لعب بنقص العددي اللاعب الذي طرد في الدقيقه 21 فيليب، لكن سيلتا فيغو رغم النقص العددي شنا كيفاش في الدقيقه 62 وين شنا كيفاش اسباس الذي سجل هدف في الدقيقه 62، شنا كيفاش اوسكار المدرب تاع سيلتا فيغو كيفاش دخل بالخطه 4-2-3-1، شنا كيفاش خافاير المدرب تاع ليغانسي اللي دخل بخطه 4-1-4-1 رغم النقص العددي، لكن ليغانسي ما استغلش النقص العددي تاع سيلتا فيغو. يعني كانت نقولوا بلي اليوم شنا كيفاش نسبة الاستحواذ 50-50، شنا كيفاش التمريرات 219 تمريرة لغانسي 229 تمريرة لسيلتا فيغو. نقولوا بلي شنا كيفاش باريان شنا أوسكار شنا روجي من جانب لغانسي، شنا كيفاش كيفن شنا خافاير اللي خرجوا للدقيقة 46، شنا روبن خوسي لويس، شنا كيفاش كينات شنا ديميتريس. يعني نقولوا بلي اليوم الحارس تاع سيلتا فيغو روبن اللي انقذ المرمى تاعو كان راجل المباراه، يعني وخاصة في الدفاع وين لوكاس وين نيستور شنا جينسون شنا مالو، يعني كانت كان شنا كيفاش فاران شنا جوزيف شنا كيفاش إسباس المسجل الهدف فيليب اللي خرج بالبطاقة الحمراء، هذو كل لاعبين وين قدموا مباراة كبيرة لاعبين تاع سيلتا فيغو رغم النقص العددي. وشنا كيفاش وقفوا الند للند أمام شنا كيفاش جورتان في الدقيقة 14، وين نقولوا باللي جورتان في الدقيقة 14 شنا كيفاش ضيع هدف من جانب ليغانسي، شنا ديميتريوس كذلك في الدقيقة 24، شنا أوسكار في الدقيقة 59. يعني كانت مباراة وين هذه هي الجولة 25 دور الإسباني الدرجة الأولى سيلتا فيغو ليغانسي صعيدو.